الامس تكلمت قلت قضيه الشرطي هذه قضيه مهمه وحساسه وتخص الراي العام الجزائري اذا كان ما يقوله الشرطي صحيح انهم ظلموه وحقروه وحبوا يطردوا افراد العائله نتاعو وما عندوش وين يروح كل الشعب الجزائري يقف مع هذا الشرطي ويقف ضد الظلم مهما كان الظالم اذا كان ما يقوله الشرطي غير صحيح وهو تشويه للحقيقه وتشويه لصوره الامن الوطني ومصالح الدوله وشرف وكرامه ونخوه الجزائري اينما كان هذا الامر لا نقبل به ولا نقبل المساومه بالقضايا الانسانيه. القضايا الانسانيه ما لازمش نلعبوا بها يا ناس. رنا نتحاسبوا عليها عند ربي سبحانه ونتعاقب عليها في الدنيا امام القانون. التلاعب بمشاعر الشعب الجزائري الشعب المسلم العربي الأمازيغي الجزائري أمر غير مقبول لأن الشعب الجزائري عنده نخوة وعنده أنفة وعنده كرامة وعنده غيرة على شرف وكرامة الجزائري أينما كان ولاحظناها حس واحد جزائري مظلوم في الصين أو في الهند أو في الباكستان أو في كندا أو في أمريكا أو في أي مكان الشعب الجزائري يتعاطف مع الجزائري أينما كان فما بالك لما يكون شرطي وفي سدي عيسى ولايه المسيله الشعب الجزائري كله تقلق البارح وعلاش هذا الظلم يا خويا اليوم نشكر مصالح الامن مديريه الامن الوطني انها وضحت الامر لاننا البارح طلبت بكل ود واحترام طلبت من مديريه الامن الوطني خاصه مديريه امن ولايه المسيله اللي اشتغل فيها هذا الشرطي وقلت لهم وضعوا لنا بيان رسمي قال لي ودي السيد هذا راه يكذب باش نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاه او قال لي ودي سمحوا لنا راهي غلطه وهذا الشرطي راهو مظلوم وبالتالي نتعاطفوا معاه اذا البيان اليوم مثل ما رانا نشوفوا اين هو البيان اللي راهو نظن هذا نعم هذا هو البيان بيان توضيحي على اثر تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي سهره الاثنين 2 جونفي 2023 باشرت مصالح المفتشية الجوية للشرطة الوسط بالبوليدا صاحبة الاختصاص تحقيق إداري حول تصريحات الشرطي صاحب هذا الفيديو من خلال التحقيق المنجز اتضح أن المعني بالأمر عون شرطة تابع لأمن دائرة سيدي عيسى ولاية المسيرة قد استفاد في شهر ديسمبر 2022 من عقار بمنطقه بمنطقه عمرانيه بوسط مدينه سيدي عيسى، بالاضافه الى دعم مالي وذلك في اطار الجهود المبذوله للتكفل بمستخدمي الامن الوطني بالمنطقه مع السلطات المحليه، كما ان المعني يعد وريثا لسكن عائلي لائق يتواجد وسط بوسط المدينة وهو المأوى الذي انتقل إليه رفقة عائلته بعد عملية الإخلاء التي باشرتها المصالح المعنية يوم الخميس 29 ديسمبر 2022 على الساعة الحادية عشرة صباحا وحفاظا على الحياة الخاصة لعائلة المعني بالأمر فإن المديرية العامة للأمن الوطني تتحفظ على نشر الممتلكات الخاصة بها إلا أنها ستباشر الإجراءات اللازمة للحد من هذه التصرف من هذه التصرفات المعزولة واللا مسؤولة، المديرية العامة للأمن الوطني خليط الاتصال والصحافة. بيان واضح وصريح و وص يعني يضع النقاط على الحروف. ويسكت الأصوات الناعقة التي تريد الاصطياد في المياه العكرة وتريد تشويه صورة الدولة أنا البارح كنت قاسي نعم كنت قاسي على مصالح الدولة وصلت لدرجة أنني حرضت الشرطي قلت له ارفض الكلاش وتير على جدهم الحلوف واحد واحد أبدأها من قسم الويسي واطلع حتى الوالي اللي دور قدام دارك أعطيه بحبة عصاص على الرأس وكنت صادق فيما أقول ما كنتش كنت صادق فيما اقول لو كان الشرطي مظلوم اذا ما عندوش السيد وين يروح ما عندو لا دار لا دوار ما عندوش كيما يقول لك الناس ما الدوله ما استفاد من الدوله وحد شيء بعد كي يجوا يطردوه من السكن وظيفي كان يسكن فيه بويو يقولوا خلاص بويك مات هيا دز معاهم شغل يا كي حبت القصر ودز معاهم كي تكي بويك هذا امر غير مقبول وانا ما زلت عند رايي ما زلت عند رايي الدوله مش من حقها انها تظلم ابنائها وبي يخدم وهو خدم بعد كي يجوا يطردوه هذا امر غير مقبول نرفضه رفضا قاطعا لكن الان وبعد ان اتضحت الصوره وظهر ان هذا الشرطي استفاد من عقار كنقولوا عقار معناتها استفاد من شقه او استفاد من بيت يعني استفاد من عقار ما قالش استفاد من قطعه ارض يعني البيان هنا كان واضح ما قالوش استفاد من قطعه ارض ومن بعد كيقول كي لك أودي بن زديرة قطعة أرض لازم له يبنيها ويستنى عام ست شهور باش يبنيها لا البيان راه واضح يقول لك استفاد من عقار أنا هاوي البيان خلونا نزيدوا مع بعض قال لك آه من عقار استفاد من عقار في شهر ديسمبر هذا استفاد من عقار بمنطقة عمرانية بوسط مدينة سيدي عيسى استفاد من عقار معناتها استفاد من بيت يا إما شقة يا إما آه بيت أرضي منفصل ومن مبلغ مالي أو البيان واضح استفاد من عقار بوسط مدينة سيدي عيسى بالإضافة إلى دعم مالي إلى دعم مالي يعني له دعم مالي باش يرمم أو يسقم الدار أو ممكن يأثثها يشري لها أثاث وعطاولوا دار بالإضافة إلى أنه هذا الشرطي قال لك عنده سكن عائلي لأنه حسب ما بلغني أنا هو البيت في سيدي عيسى الصورة اللي لي. هذا هو البيت نتاع العائلة من طابق يعني أرضي وطابق علوي يعني اير بليس بكل شيء في سيدي عيسى قالك هذه الدار تاع العائلة نتاعو اللي فيها الورثة وبيهم الله يرحمه كيمات مات بنا دار لولادو ورثة هو والخاوة نتاعو عندهم بيت تاع الورثة اللي راهو في الصورة وعنده بيت ليه هو وحده كشرطي عطاولو بيت مع مبلغ مالي وبالتالي بالاضافه البيان راه يقول بالاضافه الى امور اخرى ما يحبوش يتكلموا عليها هاي واضحه هنا وحفاظا على الحياه الخاصه لعائله المعني بالامر فان المديريه العامه للامن الوطني تتحفظ على نشر الممتلكات الخاصه الممتلكات الخاصه معناتها ممكن عنده ممتلكات هو اخرى ممكن عنده قطع اراضي ولا قطعه ارض ممكن عنده بناء في في طور الانجاز ممكن لانه المديريه لم توضح قالك بالاضافه الى عقارات وممتلكات اخرى اذا في الحاله هذه الشرطي الدوله الدوله له في ديسمبر 2022 يعني في الشهر اللي فات عطاو له عقار عطاو له مبلغ مالي عنده بيت العائلي تاع الورثه اللي هو يعني شبه فيلا يعني بيت ارضي زايد آه يعني طابق اول اذا الامور الان اصبحت واضحه معناتها يا محمد الان وراك رايح